فاروق، تحياتي الكابتن وليد، كابتن ربيع وكابتن سمير كمونه، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان. طبعا هارد لك على النتيجه النهارده، هي مش نهايه طبعا البطوله، لكن هي مجرد هزيمه. لسه عندنا مباراه العوده في مصر، اكيد مباراة هتكون مهمة جدا من خلال هذه المباراة، إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحرز هدف وأكتر كمان من خلاله نقدر نتأهل للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. لكن خليني سريعا نتكلم عن بعض أخبار الفريق وبالتحديد المصابين. يمكن عبد الله السعيد بالتحديد لما أصيب مع نهاية المباراة عنده مزق في العضلة الخلفية، بالتالي عبد الله السعيد أعتقد هيغيب لفترة، بالتالي للأسف عبد الله السعيد صعب أن يكون متواجد مع منتخب مصر في المباراة المصيرية أمام فريق الكونغو يوم 8 أكتوبر. أكيد ده خبر سيء جدا بالنسبة لكل الأهلاوية وكل المصريين، خصوصا أن احنا أكيد مقبلين على مباراة مهمة جدا أمام فريق الكونغو. ده تأكد خلاص أن عبد الله السعيد عنده مزق في العضلة الخلفية. بالنسبة لهشام محمد عنده كسر في أحد أصبع يده، طبعا كسر يمكن في صباع من اصابع ايده، يمكن ده السبب، ممكن يكون احد اسباب تغييره طبعا مع نهايه الشوط الاول او مع بدايه الشوط الثاني. بالتالي ايضا هشام محمد اعتقد هيغيب في ما بين 3 أو 4 أسابيع عن صفوف النادي الاهلي. ده بالنسبه للمصابين. لكن خليني اقول لك يعني يمكن فريق النادي الاهلي طبعا هم مش راضيين عن النتيجه، يمكن كان شايفين ان المباراه في المتناول شويه، يمكن احنا فنيا كنا افضل، اكيد انتوا ادرى واكيد اتفرجتوا على المباراه وعارفين ان اكيد فنيا النادي الاهلي كان افضل بكتير من فريق النجم الساحلي، لكن هي ظروف ماتش. خليني اقول لك ان الاجواء كانت صعبه جدا في ملعب الاولمبي بسوسه، جماهير طبعا متحمسه بشكل كبير جدا، لكن اعتقد الهدف اللي احرزه صالح جمعه اكيد هدف مهم جدا هيساهم في صعود ان شاء الله النادي الاهلي في من خلال مباراه العوده ان شاء الله في الاسكندريه. لكن بشكل عام ان شاء الله فريق النادي الاهلي مركز ان هو يكمل هذا المشوار الافريقي الهام جدا عشان يقدر يفرح كل جمهور النادي الاهلي. لو في اي استفسار يا كابتن فاروق اتفضل. بالنسبه للاعبين نفسهم، كلنا زعلانين، كلنا في حاله حزن لهذه المباراه، لكن الاطمئنان اللي موجوده للاعبين، اكيد هم عارفين ان نتيجه المباراه هنا في القاهره 1-0 اكيد توصلهم، فبالتالي كلامهم ايه بعد المباراه؟ اكيد هم عندهم اصرار كبير يا كابتن فاروق، مواصله بطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن اكيد زي ما قلت لك هدف كان مهم جدا من صالح جمعه. هم عندهم حاله من الحزن ان احنا خسرنا هذه المباراه، خصوصا ان بعد هدف التعادل بالتحديد بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان قادر ان هو يحرز اكثر من هدف، وايضا في الشوط الاول كان في اكثر من فرصه سواء لوليد ازارو سواء لجونيور اجاييه سواء لوليد سليمان، لكن ما كانش فيه توفيق بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي. في المقابل كان في توفيق بالنسبه لفريق النجم الساحلي، لكن ده اكيد شيء وارد في كره القدم. لكن هم من خلال كلامهم مع بعض عندهم اصرار كبير جدا ان هم ان شاء الله يوصلوا المشوار ان شاء الله من خلال مباراه العوده في حضور اعتقد يعني عدد جماهير كبير مش هيقل عن 50,000 متفرج في استاد برج العرب. ان شاء الله يكونوا دافع كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه العوده، دافع معنوي كمان بالنسبه للاعبين ان شاء الله من خلاله يقدروا ان هم يوصلوا هذا المشوار، ومن خلاله ان شاء الله ان هم يقدروا يتاهلوا على حساب فريق النجم الساحلي. لكن بشكل عام خليني اقول لك المجمل بالنسبه لهذه الرحله هنا في تونس بالتحديد، النادي الاهلي قدر ان هو يصعد من خلال الفوز على فريق الترجي، لكن مباراه النجم الساحلي ما خرجتش النادي الاهلي بره البطوله. ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يواصل مشواره من خلال مباراه العوده بعد 3 أسابيع بالتحديد يوم 22 اكتوبر. النادي الاهلي قادر بشكل كبير جدا ان هو يفرح كل جمهوره، وان شاء الله قادر ان هو يوصل للدور النهائي، ومن ثم ان شاء الله تحقيق هذه البطوله المهمه. يا كابتن فاروق امير قول لي يعني العوده امتى ان شاء الله، تفاصيل العوده بالنسبه للفريق بامر الله. طيب
خليني اقول لك ان في هذه اللحظات الفريق طبعا بيتناول وجبه العشاء، بعدها خلاص كله هيتوجه للغرف الخاصه بيه، هيتم التحضير للعوده للقاهره. ان شاء الله الفريق هيتحرك هنا من مدينه سوسه في تمام الساعه 6:30 صباحا في اتجاهه لمطار كارتاجا بالعاصمه تونس. الرحله او طياره هتطلع طبعا ان شاء الله في تمام الساعه 11:30 صباحا بتوقيت تونس، 12:30 بتوقيت القاهره، وان شاء الله الفريق يوصل بالسلامه ان شاء الله في تمام الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره. وان شاء الله بكره او بعد بكره كمان يوم الثلاث بالتحديد هيكون اجازه بالنسبه لفريق النادي الاهلي والمجموعه اللي ما انضمتش اكيد لمنتخب مصر، هيكون اجازه وهيتم استئناف التدريبات بالنسبه للفريق ان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء القادم، علشان بعد مباراه منتخب مصر اكيد هيكون في استكمال لمشوار بطوله الدوري، واللي اكيد بطوله لا تقل اهميه عن بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يكمل منافساته بمنتهى القوه سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. كابتن فاروق اشكرك امير، تيجي بالسلامه والفريق يجي بالسلامه ان شاء الله، وسواء طبعا يعني النتيجه محزنه لينا لكن في امل كبير طبعا، نتيجه طبعا الهدف اللي احرزه صالح جمعه النهارده هيفرق كتير يعني في المباراه القادمه. بشكرك طبعا وبشكركم على مجهودكم اللي انتم عملتوه من خلال طبعا تواجدكم هناك كباعث قناه الاهلي هناك، وتغطيه خاصة طبعا لقناة الأهلي كل ما هو كبير وصغير داخل الفريق، سواء بقى تمرين سواء معلومات خاصة بالفريق انتوا قمتوا بيه بشكل جيد. كابتن سمير، تكملة لكلام حضرتك وتغيير